يا ابني لا تسلك في الطريق معهم في طريق الخطى لا يقف. يبقى بداية الخوف المقدس، رأس الحكمة مخافة الله. عاوز تتعلم الحكمة من سفر الأمثال، أول حاجة ابعد عن الشر، اهرب. الحاجة اللي فيها غلط ابعد عنه، الفكرة اللي تيجي منها غلط اقفل عليه، الشخص اللي بيقول كلام مش مريح اهرب منه. لازم تتعلم الهرب، لازم تتعلم الانسحاب، لأن ده حكم. امنع رجلك، يقول لا تسلك في الطريق معهم، امنع رجلك من عن مسالكهم. تعبير لذيذ، ليه؟ كأن رجلك بتاكلك تمشي معاهم وانت عمال تخبطها وتقول لها لا تروحيش. امنع رجلك، لأنه يا ريتك يا لوط كنت منعت رجلك انك تروح سدوم وعمور، انما انت رحت للأسف. يا ريتك يا شمشون منعت رجلك من انك تروح مدن الفلسطينيين والبنات المش كويسين، ما كانتش النهاية، كنت اتعميت وحصل لك اللي حصل لك. امنع رجلك. فالواحد لازم يبص بالظبط بيحط رجله فين، دي حكمة تاني. رايح فين وهتعمل ايه وهتتكلم مع مين. زمان وانتوا اطفال كانت بابا وماما يسألوك ها هتروح فين وتتكلم مع مين. انت اشتغل لنفسك بابا دلوقتي واسأل نفسك رايح فين، هتعمل ايه بالظبط، تكلم مع مين، وامنع رجلك عن الحاجة الغلط.